عمي بلا شفقة بلا رحمة تكرفس عليا واغتصبني. أنا مريم، عندي 30 عام، مزوجة وعندي جوج وليدات، تنحضيهم بحال عينيا. علاش؟ حيت دازت عليا ومع أقرب الناس ليا. كانت عندي 17 عام ملي كنت مع جداتي أنا وماما، ساكنين مع جداتي في الدار الكبيرة. أما بابا كان في فرنسا تيخدم ويردم ويجمع الفلوس ويصيفط. جداتي هي الشوار، وعمي الصغير هو مول الفلوس وهو مول لاكاس، وعمامي جوج خرين عايشين معانا. هادشي كلشي عايش في دار وحده. هي فعلا الدار كانت كبيره وكل واحد شاد طبقه، ولاني جده تتحكم في كلشي. المهم بقينا بحال هكذا عايشين بخير. اما ماما مسكينه ما تتقدرش تهز الراس، غير الطابليه والكوزينه والمارشي والتشفاف والتسياق، وما تقدرش تقول حتى كلمه. تعطيوها باش تكسى، تعطيوها باش تمشي للحمام، بحال اللي تقولي ما عندهاش الراجل. وهو راجلها اللي هو بابا هو اللي مكلف بالميزانيه ديال ديك العائله كامله. المهم انا كنت نقرا مزيان، وكان عمي الصغير تيعاونني في اي حاجه بغيتها في القرايه، لانه هو كان عنده لا ليسونس وكان غير جالس، حيت الفلوس راكم عارفين داخله عليه. المهم اللي احتاجيتها تنطلع عنده، حيت هو كان عنده واحد البيت في السطح الفوق ديالو ما تيبغيش اللي يبرزطو. المهم كنا منضابطين، جداتي ما نقدروش نهزو الراس قدامها، تتبغي وليداتها يكونوا مجموعين ويكونوا محنين على بعضياتهم. تنمشي لمدرستي وتنجي، اللي خاصاني تنطلع عند عمي تيوريها ليا وتنهبط لدارنا. واحد النهار طلعت عنده باش يوريني شي حاجه، وبدا تيضحك معايا واحد الضحك شويه بحال اللي مبسل. بقيت تنقول عمي شتو اليوم بحال اللي ناشط، جاتني غريبه. المهم كملنا التمرين ديالي وهبط عادي. عاود دازت واحد السيمانه وكنت محتاجاه وانا نطلع لعندو. قلت له عمي راني باغاك تخدم معايا شي حاجه. لقيت عيني حمرين، هو يقول لي تا انا باغيك وباغي نخدم معاك بهذا الاسلوب. وانا نقول له عمي يمكن راك عيان دارك راسك، هو بحال اللي توقد شويه ويقول لي اهه دارني راسي بزاف. صافي وهبطت وخليته. المهم دازت المده، واحد النهار هو يهبط عندي قال لي داك النهار اللي جيتي عندي وقلتي لي بغيت نخدم معاك وقلت لك ها شنو راني كنت عيان وكنت شارب واحد المغنيزيوم وبحال اللي هبطت لي لا طونسيون، بقيت غير تنخربق في الهضره وهذاك. ماشي مشكل حيت انا عرفتي تنخاف منه وتنحترمه بزاف، هي اصلا الدار كلها تتخاف منه. المهم واحد النهار عاود وانا نطلع لعندو، طلعت لعندو قلت له عمي انا محتاجاك. قال لي ايه شنو بغيتي؟ قلت له راه بغيتك تخرج معايا واحد التمارين، تعاوني تفهمني واحد المساله. قال لي شكون اللي كاين في الدار؟ واش كاينه الوالده؟ قلت له لا، الوالي جداتي وماما راهم مشاو للحمام. قال لي وعمامك؟ قلت له ما كاين حتى واحد. المهم قال لي واخا يلا دخلي. دخلت بقيت جالسه مع عمي عادي انا وعمي بحال ديما. جبت الكتوبه ديالي هو يقول لي وبلاتي ندير لك واحد الكاس ديال العصير. قلت له بلاش عمي بلاش، انا نهبط الا بغيتي ندير لك شويه ديال القهوه ولا شي حاجه. قال لي لا انا ندير لك العصير. دار لي كاس ديال العصير وحتى هو دار راسو كاس ديال العصير. المهم بقينا تنخدمو واحد اللحظه وحسيت براسي بحال اللي ترفعت، وهو بقى تيقول لي بخير مزيان ما كاين حتى مشكل. تنحس براسي ضايخه ومرفوعه وداك البيت كله تيدور وناشطه. انا تنحس براسي واحد النشاط وواحد الحيويه فيا، ولاني الاعضاء ديالي كلهم نازلين ومرخيين. هو ينوض وسد الباب وبدا تيحيد ليا في حوايجي. عرفتو خوتي تصدمت، ولاني ما قادراش نهضر، ما قادره ندير حتى حركه. دني اخوتي ومارس عليا الجنس من الخلف
وبقيت انا ملوحه تماك شي ساعه، ونوضني ودخلني للحمام وكب عليا الماء مزيان بارد حتى فقت، وهددني وقال لي شتي الا مشيتي تقلتي شي كلمه ما كاينش اللي غيصدقك، والا منطقتي تصاورك عندي كلك عريانه، وغادي نفضحك واحد الفضيحه وغندير لك واحد الشوهه مع باك ومع العائله كامله. عرفتو خوتي انا كانت عندي 17 عام وتنخاف من هاد عمي وتنخاف من العائله كامله، عمامي كلهم تنخاف منهم ومن جداتي ومن بابا، ما فهمتش شنو غندير، ما عرفتش شنو غندير. سكت ما عاودتش هضرت، بقيت المده ديال شهر. واحد النهار كنت صافي بقيت تنقول خاصني هادشي يخرج من القلب ديالي ونقوله، وشديت ماما. ماما مغلوبه على امرها، قلت لها ماما بغيت نخرج انا وياك. قلت لي مالك ياك لاباس؟ قلت لها والو بغيت نخرج انا وياك. ما قدرتش نقول لها هاد الهضره وانا في الدار. ملي خرجنا قلت لها شتي عمي راه دار معايا الجنس من اللور. ما صدقاتش وبقات تضرب في حناكها تتقول لي واش انتي حمقه مالكي ياك ما واكله شي حاجه مالكي، واش حماقيتي واش سهرتي واش هبلتي. بقات عليا بهاد الموال. قلت لها ماما وراه مارس عليا الجنس من الخلف، راه هادشي اللي كاين. عرفتي ماما مسكينه بحال اللي كبيتي عليها المطايب. جات بقات تتفكر اش غدير، واش تقولها لبابا واش تقولها لجداتي. لقات بان جداتي اسهل من بابا، قالتها ليها غير بينها وبينها. قالت ليها راه اش كاين واش ما كاين، وهي تعيط ليا جده. قالت لي شنو هاد الهضره اللي تقولي؟ قلت لها جداتي هادشي اللي كاين. ايوا بدات عليا بشي معيور، يا المسخه يا الهادي يا هادي، بغيتي تفرقوني مع ولادي، درتي هاد الحيله انت وماما باش تخرجوا من الدار يكري ليكم ولدي. تنقول لها جداتي قسما بالله قسما بالله حتى مارس عليا ولدك الجنس من الخلف. تتقول لي ما كايناش هاد الهضره، سكتي وتضربني لوجهي تتقول لي انا ولادي يديروا هاد الشيء انا. المهم ما تقبلاتش هاد الهضره، وانا تنحس بها بانها هادشي فهمات وعرفت يقدر يكون، ولاني مع نفسها ما بغاتش تقبلها، ما بغاتش تتفرق دوك الولاد، ما بغاتش ديك الجبروت ديالها ينزل قدامي انا اللي باقاها صغيره، وتقول بان هي تربيتها خرجت خاويه وبان ولادها يقدروا يديروا هادشي. ومسحات بالكرامه ديالي انا وبالعواطف ديالي انا وبالنفسانيه ديالي انا وديال ماما في الارض. وصبرنا انا وماما حيت ماما تيقاتني. المهم داتني لعند الطبيب وقلبني ولقاني بان الحمد لله عطاني الدواء، وقال لي غادي تعالجي غير حاولي ما امكن ما ترجعيش لهذا الشيء. وقال لماما حضي بنتك يا لالا، حضي بنتك حضي بنتك ما تمشيش. حنا ما قلناش له عمي حيت خفنا اللي يبقى يديكلاري ويقول لك خاص البوليس خاص هادي ونصدقوا واحلين مع جداتي، لان حنا خفنا بزاف. تصوروا اننا حنا واحلين في هذا الشيء وحنا الضحيه وخفنا، هذا هو الظلم. وقالت لي ماما مسكينه نصبروا بنتي والله غيجازينا، شوها خايبه لك وبنتي باغا تشقي حياه جديده، وبالنسبه لعمي خدا اكبر جزاء، ما تزوج ما ولد وتصاب بالكونسير ديال البروستات، وكأن الله عاقبه اشد عقاب، وما شفتوش واحد المده ديال 8 سنين حتى توفى، والله هو اللي غياخد الحق فيه. كيف ما عقدني ودمرني بقينا على هذا الحال. قريت تخرجت وخدمت وحيدت ماما من ديك الدار وسكنت انا وياها. المهم بابا عيا مسكين تيقول لنا لا وجداكم وهذا. قلت له ابدا بابا ابدا ابدا، اما الموت اما جده، اختار وحده فيهم، الا بغيتيني نموت نبقى في هاد الدار هادي. ولاني ما قلت والو وخليت كل شي في قلبي وفي قلب ماما مسكينه، وتزوجت وولدت وليداتي، ودابا انا تنحضي وليداتي ما امكن. الحاضي هو الله، ولاني تنحاول نحضيهم وتنوصيكم وليداتكم
ما تيقوف حتى واحد، لا في عم ولا في خال ولا في ولد الخال ولا في ولد العم، حتى واحد. الاقارب راهم صعاب على الولاد. ايه ماشي كلشي خايب، ماشي كلشي خايب، وليني اياكم واياكم واياكم تنساو او تنساو ولادكم، ديوها في وليداتكم. هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكم من القصه ديالي.